لو رحنا لأذربيجان وأرمينيا، أذربيجان يعني هذه المنطقة الملتهبة اللي فيها أطراف بتلعب، يعني الأطراف اللاعبة فيها زي إيران وزي روسيا وزي تركيا، دلالات الزيارة للدولتين، هل مصر بتقول إنها يعني تجد مكان في هذه الأزمة، أو في يعني زي ما بيقولوا أنا موجودة على الأرض في الأماكن يعني شديدة الالتهاب، أستطيع أن يعني أدلو بدلوي، ولا هي فقط مجرد زيارة لتنمية العلاقات المصرية مع الدول الشرقية اللي كانت منسية؟ أنا بتقديري إن المستوى الصراع بقي في أدنى درجاته بين أذربيجان وأرمينيا، فالزيارة تخص تنشيط العلاقات بين البلدين. لكن ملاحظة إنه هنا وهنا يتقال إن دي أول زيارة لرئيس مصري إلى البلدين، كلمة على بلدين بكر، لأنه واحدة منهم يعني استقلت سنة 1918 لكن سرعان ما ضمها الاتحاد السوفيتي، وبالتالي للدولتين نقدر نقول استقلالهم تم بعد سنة 91، يعني أواخر 91 أوائل 92، فإحنا قدام بلدين بكر، يعني استقلالهم في حدود 30 سنة ولا حاجة، فالتعاون معاهم هيبقى مفيد. صحيح البلدين بيكملوا بقى في بلد فيه عنده تقدم في الصناعات الكيماويه والاسمده، والتاني عنده بلد ممكن ميال الى الجانب الزراعي اكتر، فالتعاون معاهم تاخر كثيرا. الرئيس بيملى او في دايره كان فيها فراغ احنا بنعمل فيها توازن، وكان مطلوب زياره الدولتين مع بعض حتى لا يفسر زياره احدهما طبعا ان احدهما. استاذ احمد انا للاسف وقتي بيخلص، بس عندي سؤال يعني اتمنى من حضرتك يعني فوجئ انك تجاوبني عليه، هل تتماس زياره بلينكن الى المنطقه بشكل او باخر مع الزيارات الخارجيه اللي قام بها سياده الرئيس السيسي للدول الاسيويه؟ هو طبعا الزيارة محددة من فترة قبل الأحداث اللي كانت في فلسطين في الأيام الأخيرة، وطبعا محددة برضو بعد اللي احنا اتكلمنا عنه انه الانتخابات الإسرائيلية أفرزت يعني أكثر العناصر تطرفا في قيادة هذا الكيان النهاردة، ويعني فكرة الحل الدولتين بيتراجع، فمن هنا كان تحديد الزيارة من بدري انه يعني في محاولة لي السيطرة على الأوضاع، وزي ما في الشرق الأوسط يعني، وزي ما حضرتك أشرتي الاختلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل في التعامل مع الملف الإيراني، في دولة يعني ممكن مش بس بتهدد باستخدام القوة باستمرار اللي هي إسرائيل، لكن كمان جزء من الموضوع ابتزاز للجانب الأمريكي، إنه إذا كذا إحنا هنعمل كذا، فبيتم ابتزاز أمريكا في الحصول على دعم والحصول على أسلحة والحصول على مواقف سياسية. لكن زيارة سيادة الرئيس من بدري، من 2014 زي ما اتكلمنا من دقايق، ومصر تعيد هندسة علاقاتها الخارجية شرقا وغربا في كل المجالات، سياسيا وبشكل متوازن، حتى سياحيا، حتى سياحيا فاتحين مجالات واسواق لم تكن موجودة على خريطة السياحة في مصر، زي السوق الكوري والسوق الامريكي الجنوب امريكي في امريكا اللاتينية، زي السوق الفيتنامي. فكل ده الرئيس بيلتقي برجال الاعمال، وده شغل يقوم به مثلا وزير الاستثمار او وزير التعاون الدولي او حتى الملح التجاري، كان في اصرار ان الرئيس يقوم به بنفسه معانا في يعني تقديم اكبر يعني ثقة، اكبر ثقة ممكنة.